السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنا وقفت بين أيديكم لست واعظا ولكن مذكرا، هداني الله وإياكم أجمعين. وحب الأخ محمد عبده يشاركني في كلمة. الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعله ناصرا لهذا الدين. يا إخوان ادعوا لإخوانكم، فوالله هم في حاجة إلى الدعاء.